احفظوا عني الكلام ده، وربنا لو ما قلت غير المعلومة دي النهاردة شكرا. تتكون في الجسم البشري كل يوم عشرات الجلطات والتكتلات السرطانية والأملاح والحصوات كل يوم والله العظيم بتتكون ثم تذاب. وانت نايم عندنا هرمونات بتفرز عشان تفك ده، وعندنا جهاز من 12 انزيم اسمه الفايبرينوليتك سيستم، والناس كاتبينه في الكتب اسمه كاليكرين سيستم، والله العظيم بيدوب الجلطات يوما بيوم وليلة بليلة. ايه اللي بينشطه؟ اللي بينشط جهاز ادابة الجلطات بالنهار العرق والسعي، وبالليل النوم بالليل في الرطوبة. انت بتعرق وتسعى كل الجلطات تتفك، تدلك ايديك ورجليك جامد تتفك الجلطات في ايديك، تسجد لله عز وجل تدوب كل جلطات الجسم، كل الاورام السرطانية، كل الحبوب، كل العصوات. لكن انا اعمل فحص لناس اصله عندي استعداد وراسي من ساعه ما كان في بطن امه، اصل ام واخته وابوه عندهم استعداد وراسي، الاستعداد الوراثي ما بيخوفناش، واللي عنده امها عندها سرطان واختها عندها سرطان وعمتها عندها سرطان مش بالضروره يجي لها سرطان، لكنها اذا سلكت نفس السلوك هيجي لها. العوامل البيئيه بيسموها ايكولوجيكال اور انفايرومنتال فاكتورز. انا ابويا عنده سكر يبقى انا عندي استعداد، بس هل انا ماشي على نفس الطريقه الخاطئه ولا ماشي صح؟ ابويا كان عنده حصوات في الكلى، كان بياكل مخللات كتير واملاح وحاجات وفول وطعميه، فعمل له حصوات بالهبل، وانا بعدت عن كل ده مش هيجي لي حصوات.